بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم عين. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الصيام الجماعي، وذلك بأن يتفق مجموعة من الناس أو أهل قرية بأكملها على أن يصوموا يوم الخميس من كل أسبوع جماعة، هل يجوز هذا أم يعد من باب البدع؟ كنا في ذلك مأجورين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الرب سبحانه وتعالى، فهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكذلك من اقتدى به من المسلمين، ولكن كل يصوم بمفرده ولا يرتبط بآخرين. أما الصوم الجماعي فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هناك في الإسلام صوم جماعي إلا صوم رمضان، فإن المسلمين يصومون جميعا إذا كانوا ممن يجب عليهم الصيام، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلا يجوز لأحد يدخل عليه شهر رمضان وهو حاضر وصحيح يقدر على الصيام إلا أن يصوم. وأما صوم النافلة فليس فيه صوم جماعي، وإنما كل مسلم يصوم منفردا عن الآخرين بدون اتفاق وبدون ارتباط بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فتحي أبو الوفاء من جمهورية مصر العربية، مقيم في المملكة. يقول: أنا أعيش أنا وأربعة أشخاص في مزارع في الجبل، ونحن نصلي ونصوم رمضان والحمد لله، ولكن في يوم من أيام رمضان أخذنا النوم بالليل ولم نستيقظ إلا قبل أذان الفجر بخمس دقائق، فقمنا مسرعين بإعداد الأكل وأكلنا والفجر يؤذن، ومن اثنان أكلوا بعد أذان الفجر قبل الإقامة، علما بأننا نعتمد على الراديو في الصلوات الخمس من البيت الحرام. أفيدونا ماذا علينا أفادكم الله، وهل صومنا صحيح أم أن علينا قضاء؟ جزاكم الله خيرا. وهو أين يقعون؟ لم يذكر المكان، إنما يقولون نحن في مزارع في الجبل، ولم يذكر المنطقة التي هم فيها. الله سبحانه وتعالى علق الصيام بطلوع الفجر، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والأذان فيه تفصيل، إذا كان الأذان يتقيد بطلوع الفجر فإنه يجب العمل به، ولا يجوز الأكل بعد الأذان، لأنه يكون أكلا بعد طلوع الفجر، وهذا لا يجوز. أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما إن كان الأذان يتأخر عن طلوع الفجر فلا عمل عليه، ولا يجوز تأخير السحور إلى أذان يتأخر عن طلوع الفجر. الحاصل أنكم إذا كنتم أكلتم بعد طلوع الفجر فعليكم إعادة الصيام، وإذا كنتم أكلتم مع طلوع الفجر ولم تتأخروا فصيامكم صحيح إن شاء الله، ولكن الواجب الاحتياط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أنوي الحج هذا العام، وأريد من فضيلتكم التكرم بإفادتي بكيفية الفدية وما هي الأسباب التي تؤدي لها، جزاكم الله خيرا. إنني أنوي الحج هذا العام، وأريد من فضيلتكم التكرم بإفادتي بكيفية الفدية وما هي الأسباب التي تؤدي إليها، جزاكم الله خيرا. الفدية تجب على القارن وعلى المتمتع.
القارن الذي قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ونية واحدة، والمتمتع الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، هذا تجب عليه الفدية. قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو ذبح شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة، يعني اشترك سبعة في بدنه يعني في بعير أو في بقرة. وأما الهدي الواجب غير الدم التمتع فهو ما يجب أن فعل محظور من محظورات الإحرام كقتل الصيد وحلق الشعر ومس الطيب وغير ذلك، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فهذا يجب عليه الفدية على تفصيل في ذلك. وكذلك من ترك واجبا من واجبات الحج، فمن ترك الإحرام من الميقات قد مر بالميقات وأحرم بعدما تجاوزه فلا عليه فدية عن ترك الواجب. كذلك من ترك البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، لأنه يعني صرف قبل غروب الشمس ولم يرجع، هذا عليه فدية لأنه ترك واجبا. وكذلك من ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي، فهذا أيضا يجب عليه فدية عن المبيت في مزدلفة لأنه واجب من واجبات الحج. كذلك من ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق من غير عذر شرعي. كذلك من ترك رمي الجمار أو واحدة من الجمار لم يرمها وفات الوقت فإنه يجب عليه فدية. كذلك من ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه فدية، إلا الحائض فإنها ليس عليها وداع. فالحاصل أن الفدية تجب إما عن متعة أو قران، وإما عن ترك واجب أو فعل محظور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صراحيل حمود العتيبي من الجادية بعث برسالة مطولة ملخصها أن له والد مريض يبلغ من العمر ما يقرب من 65 عاما ومصاب بمرض السكر والضغط، وأصيب بمرض قريب من الشلل، تنومف المستشفى لمدة 3 أشهر بما فيها شهر رمضان، وحينئذ يبدو أنه لم يصب خلال تلك الفترة، ويسأل عن الصلاة والصيام في إقصاده، هل تصلى عنه أو كيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. المريض يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له ترك الصلاة ما دام عقله باقيا، ولكنه يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وإن قدر على التطهر بما وجب عليه وإلا يتيمم بالتراب، بقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى على جنبه أو مستلقيا فإنه يومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجوز له ترك الصلاة ما دام أنه يعقل. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يظنون أن المريض ما دام منوما في المستشفى أنه لا يصلي ويوفر الصلاة إلى أن يخرج، وهذا غلط كبير، لأن ترك الصلاة لا يجوز، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأنها تؤدى حسب الاستطاعة كما سمعنا. الصحيح له صلاة خاصة والمريض له صلاة خاصة، كل يصلي، والخائف له صلاة والآمن له صلاة والمسافر له صلاة والمقيم له صلاة، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإنما يصليها المسلم على حسب حاله ومقدرته، ولا يصلي أحد عنه. صلاة لا تدخلها النيابة لأنها عمل بدني، فإن كان يستطيع قضاء ما ترك فإنه يجب عليه أن يقضي ما تركه ولو تأخر القضاء، إذا نشط وقادر على القضاء فإنه يقضي ولا يصلى عنه أبدا، وإن مات وهو لم يقضي الصلاة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصلى عنه. وأما الصيام فإنه إن قدر على القضاء فإنه يقضي، وإن لم يقدر على القضاء لإمرار المرض معه وهو مرض مزمن سكر لا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مقدار نصف من الطعام، وبالكيلو كيلو نصف عن كل يوم، يجوز أن يدفعها لعدة مساكين أو لمسكين واحد لأن يجمعها، يجوز أن يدفعها متفرقة وأن يدفعها مجموعة وأن يدفعها لعدة فقراء أو لفقير واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع معروف عرفات، مصري الجنسية وعمره 33 سنة. أخونا يقول: كان له زوجة وقد تعاهد إذا مات أحدهما لا يتزوج صاحبه بعده، وقدر الله وتوفيت الزوجة، ويسأل الآن عن ذلك العهد وعن الزواج، جزاكم الله خيرا.
هذا عهد لا يجوز، لأن الله أباح الزواج فلا يجوز الحلف على تركه، وهو امتناع مما أحل الله سبحانه وتعالى، بل رغب الله تعالى الزواج وحث عليه بما فيه من المصالح. وهذا الذي عاهد زوجته فلا يتزوج ثم ماتت واحتاج للزواج، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يتزوج، وحتى لو لم تمت يكفر عن يمينه ويتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا حلف على ترك شيء وفعله أحسن من تركه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، والزواج خير بلا شك ما فيه من المصالح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني يقول: أخوكم أحمد محمد بن علي مقيم في حفر الباطن، بعث يسأل ويقول: توفي والدي منذ 5 سنوات وقماش السترة يعني الكفن دفع فلوسه ولد عمي، قال لي كثير من الناس أنه يجب عليك أن تدفع هذه الفلوس، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ابن عمك دفع هذه الفلوس متبرعا بها فقد أحسن وله في ذلك أجر، ولا يلزمك أن تدفع له شيئا. أما إذا كان دفعها بنية الرجوع بها ونية أخذها فإنها تدفع من تركة الميت إذا كان له تركة، أو يدفعها أحد أقاربه. الحاصل أنه إذا كان دفعها متبرعا فليس له إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وليس عليك أن تحرج. أما إذا كان دفعها بنية أن يرجع بها فإنه يعطى عوضها، يعطى مثل هذه الفلوس، إما من تركة الميت وإما من مال أحد أقاربه أو إخوانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لي والدة لها عدة رمضانات لم تصم بسبب المرض وليس لها مال، فهي فقيرة، كيف تنصحونها؟ ماذا تعمل؟ لي والدة لم تصم عدة رمضان بسبب مرضها وهي فقيرة وليس لها شيء، بماذا تنصحونها وكيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت لا تستطيع الصيام بصفة مستمرة فإنها يطعم عنها عن كل يوم مسكينة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لكبر أو مرض مزمن، فإنهم يدفعون الفدية أو تدفع عنهم الفدية طعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: مين فين أخونا يقول: إن بعض الناس يأتي إلى المملكة بقصد العمرة ثم يمكث يعمل ويتكسب، فما حكم ذلكم العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا حكمه أنه مخالف لنظام الحكومة، نظام الدولة، لأن الذي جاء للحج وأخذ الرخصة لدخول المملكة للحج يجب عليه إذا أنهى أعمال الحج أن يسافر إلى بلده، ولا يعرض نفسه للمسؤولية وخطر المناقشة والمعاقبة على مخالفة النظام، فله الواجب. والواجب على المسلم أن يكون صادقا في تعامله مع الناس، ولا يكون محتالا، ولا يسبب إيصال الضرر إليه بسبب مخالفاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم من الرياض أم البراء. أم البراء تقول: أنا والحمد لله أقوم الليل، لكنني أقوم ليلة وأترك ليلة أو 3 ليالي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا، ولا أواصل القيام كما ينبغي؟ قيام الليل مستحب وليس الواجب، يجوز للإنسان أن يترك قيام الليل، ويجوز أن يصلي بعض الليالي ويترك البعض، ولكن مواصلة العمل الصالح والمداومة عليه أفضل. وإن قل قيام الليل ينبغي المداومة والمحافظة على قيام الليل، وإن قل ذلك هذا هو الأفضل والأكمل. وأما الوجوب فليس الواجب، لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمسة. جزاكم الله خيرا. لي قريب لا يصلي ولا يعرف الله طرفة عين، وهو محرم لي، هل لي أن أذهب إليه في بيته أم أقاطعه علما بأنني قد نصحته؟ هذا الذي لا يصلي ولا يعرف الله كما تقول السائلة، هذا والعياذ بالله هذا قريب سوء، يجب مناصحته وأمره بالصلاة وطاعة الله، فإن لم يمتثل فإنه يهجر ويقاطع، ولا يجوز الذهاب إليه. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يجب بغضه في الله عز وجل، وتجب مقاطعته وترك زيارته إلى أن يتوب
إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، انصحوني في كيفية قراءة القرآن الكريم والاستماع من الأشرطة، هل الأفضل الاستماع أم القراءة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل القراءة، الأفضل القراءة، لأن القراءة عمل من الإنسان، أي أفضل. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. القراءة أفضل من الاستماع، ولا سيما الاستماع من الأشرطة، إلا إذا كان الإنسان بحاجة إلى الاستماع لكونه مشغولا عن القراءة، أو لا يستطيع القراءة عن ظهر قلب، أو لكون قراءته فيها خلل ويريد تصحيحها وتعديلها بما يسمعه من الأشرطة المسجل فيها قراءة جيدة، هذا عمل لا بأس به. مطلوب من الإنسان أن يحاول تعديل القراءة مهما أمكنه ذلك وتصحيحها. وإذا جمع بين الأمرين بأن يقرأ تارة ويستمع تارة أخرى هذا أحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع أو مستمعة، الرمز هو ميم عين ألف، يسألون عن الأزواج الذين يدخلون الجنة مع بعضهم كما ورد في القرآن الكريم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، هل معنى هذا أزواج الدنيا أم الحور العين؟ جزاكم الله خيرا. يشمل هذا، يشمل الأزواج من الحور العين ومن أزواج الدنيا، ولكن الظاهر أن المراد أزواج الدنيا المؤمنات، هذا في أزواج الدنيا إذا كن صالحات مستقيمات على طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر الدوحة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم فهد. أم فهد تسأل وتقول: في الحج أو العمرة إذا أصاب الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها شيئا من الوجه أو الأنف، هل يؤثر ذلك على حجها أو عمرتها، وهل يلزمها شيء؟ لا، الغطاء واجب على المرأة المحرمة إذا مر بها الرجال الذين ليسوا من محارمها، في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، ولو لامس الغطاء وجهها أو أنفها فلا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تؤمر برفع الغطاء عن وجهها وعن أنفها، وإنما هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، تغطي وجهها ولو لامس الغطاء وجهها ولا حرج عليها في ذلك، إنما الممنوع عليها أن تغطي وجهها بالبرقع أو النقاب، هذا هو الممنوع، أما تغطيته بالخمار أو الشيلة أو طرف الثوب هذا أمر واجب عند الرجال ولا بأس بمماسته لوجهها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد بناء مسجد من نقودي الخاصة، فهل يلزمني إخبار زوجي بذلك مع علمي أنه سوف يرفض، أم أخبره وأبني حتى لو لم يوافق؟ إذا كان المال مالك خاصة فلك أن تتصرف فيه ولو لم يأذن زوجك، ولكن التفاهم معه من أجل تطييب نفسه هذا أحسن، وأما أن لك الحق بأن تتصرف بمالك بناء مسجد أو غيره فليس له اعتراض على ذلك، ولا يحق له الاعتراض، لأن الإنسان يتصرف في ماله، ولكن من باب حسن العشرة والمفاهمة كونك تراجعينه في ذلك لتطيب خاطره أحسن، وإذا منع فليس له الحق في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أحصل على مساعدة مالية من الشؤون فيما تسمى بالشؤونة، هل يصح الحج أو العمرة أو حتى الصدقة من هذه الشؤونة؟ نعم، إذا أخذت شيئا من المستحقات التي تصرف لك من الحكومة وأخذتيه وأنت من أهله فلا بأس أن تتصرفي فيه بحج أو صدقة أو أكل أو غير ذلك، لأن هذا مما أباح الله، أما إذا أخذتيه بغير حق أن تكوني غير من ينطبق عليه النظام الأخذ هذا أمر لا يجوز لك أخذه ولا يجوز لك الحج منه ولا تصدق منه لأنه أفيد بغير حق. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين عين نون من نجران بعث يسأل ويقول: زوجتي أفطرت في رمضان 8 أيام من جراء عذرها الشرعي، ثم إنها أرادت قضاءها في هذه الأيام لكنها حامل ولم تستطع، وذلك لضعفها بسبب الحمل وخوفها أيضا على جنينها، علما بأنها إن شاء الله ستبيد في شعبان وسوف يدخل بعد ذلك رمضان، فماذا يجب أن تفعل وهل يجزئ صيامي عنها؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. ما دام أنها لا تستطيع القضاء بسبب الحمل وأنها بعد
الولادة ويستمر معها النفاس ليلة شعبان فهي معذورة، لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم وتقضيه ولا حرج عليها لأنها معذورة في ذلك. المهم أن تقضي هذه الأيام ولو بعد رمضان القادم ولا حرج عليها إذا أخرت بسبب العذر. جزاكم الله خيرا. ولا يجب عليها الكفارة مع القضاء ما دامها معذورة؟ لا يجب عليها، لأن المعذور لا يجب عليه الكفارة، الكفارة على من أخر من غير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله عبد الله حامد فالح سوداني مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع في الركعة الأولى حتى يدرك المسبوق الركعة؟ نعم، للإمام أن يطيل الركوع حتى يدركه الداخل إلى المسجد ما لم يشق على المأمومين، فإذا أحس بداخل فإنه ينتظره، إلا إذا شق ذلك على المأمومين فإنه لا يشق عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بكلمة تبين فيها مسؤولية الرجل نحو أسرته، ولا سيما إذا كان ذلك الرجل متعلم ويقوم بفرائض الله. الواجب على المسلم نحو أسرته أن يقوم برعايتهم لأنه راع عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويربيهم على الخير. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل راع على أهل بيته من زوجاته وأولاده ومن تحت يده، ومسؤول عن رعيته بأن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويعلمهم ما ينفعهم، وكذلك بأن يربيهم تربية حسنة ويبعد عنهم وسائل الشر ودواعي الفساد من الأشرطة الماجنة والأفلام الخليعة والصور الماجنة وغير ذلك والكتب السيئة والمجلات وغير ذلك مما فيه سوء، إلا الشيء النافع من المجلات أو من صحف أو غير ذلك مما فيه فائدة. وكذلك عليه أن يخالقهم بخلق حسن لأنهم أولى الناس ببره وعطفه وإحسانه، ولا يغلب عليهم بغير حق ولا يعنف عليهم بغير حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب حديث روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. ما صحة هذا الحديث؟ واشرحوا لنا فضل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تتضمنه من البراءة من الحول والقوة ورد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالعجز إلا لتقوية الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وأما لفظ الحديث أو سند الحديث فلا أعلم عنه شيئا، يحتاج إلى مراجعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.